مساء الخير متابعينا الكرام، يسعد مساكم. مها عطية تصيب في أهم توقعاتها للبلاد العربية وأبرزهم مصر والسعودية. مها عطية كانت ظهرت خلال بث مباشر متلقة عدد من التوقعات الهامة للدول العربية، ولحسن حظها أصابت بعد أيام قليلة من توقعاتها، نسردها لكم في هذا الفيديو. بأحلى توقعات وأهم توقعات للمرحلة اللي جاية على صعيد لبنان، مصر، سوريا، فلسطين، الأردن والإمارات. أهلا بكم في فيديو جديد على قناتكم أنا وهي والنجوم. لو أول مرة بتشوف القناة ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد، ولو الفيديو عجبك ياريت لايك وكومنت وشير. مها عطية كانت تحدثت عن ازدهار السعودية وأن اقتصاد السعودية سيضاهي اقتصاد دبي، بوقتها عن الاقتصاد والازدهار اللي انه حتى ممكن تضاهي دبي بالاقتصاد اللي حنشهده بشكل واضح جدا للسعودية. حكينا عن الاقتصاد وقلنا انه الاقتصاد رح يكون ملحوظ، حتى قلنا بالنسبة للبطالة رح يكون في وظائف، قلنا رح تعتمد السعودية على الاقتصاد المحلي غير انها تعتمد على البترول. السعودية بخبر كتير مهم انه هي هلا اسس العالم بسنة 2030 عندها، فهيدا يعتبر من اهم التوقعات على صعيد السعودية بالنسبة للرياضة والاقتصاد. حتى انه رفع تقرير البنك الدولي بتوقعاته للاقتصاد يعني النسبة من هلأ هي 0.4 ل2.4 للعام الجاي، وفي 9800 وظيفة تنتظر المحاسبين السعوديين. ومثل ما حكينا انه رح نشهد السعودية بازدهار بالاقتصاد. وبالفعل سجلت السيولة في الاقتصاد السعودي عرض النقود N3 اعلى مستوياتها على الاطلاق بنهاية الاسبوع 16 يونيو عند 2.219 تريليون ريال مقابل 2.194 تريليون في نهاية الأسبوع السابق له. ووفقا لتحليل صحيفة الاقتصادية الذي استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي سامة، ارتفع عرض النقود 1.12% خلال الأسبوع الماضي مقارنة بالأسبوع السابق له 3.25%، أي 70 مليار ريال منذ نهاية العام الماضي حينما كان عند 2.149 تريليون ريال. استطاعت المملكة العربية السعودية أيضا أن تحقق إنجازا علميا جديدا بحصولها على المرتبة الثانية من بين 193 دولة والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا في المؤشر العالمي للأمن السبراني الذي تصدره وكالة الأمم المتحدة المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتحاد الدولي للاتصالات، محققة بذلك قفزة ب 11 مرتبة عن العام 2018 وبأكثر من 40 مرتبة منذ إطلاق رؤية 2030، حيث كان ترتيبها 46 عالميا في نسخة المؤشر لعام 2017. أيضا حققت السعودية رقمين قياسيين جديدين من خلال مهرجان نور الرياض الذي استضافته على مدار شهرين في العاصمة. وقال الموقع الرسمي لموسوعة جينيس أن فنانين مختلفين حقق رقمين جديدين في مهرجان نور الرياض الذي قالت أنه حول مدينة الرياض إلى معرض فني، والفنانان هما البلجيكي كورت فيروميلين الذي قدم ألمع زخرفة معلقة هي عبارة عن نجمة متحركة
صممها باستخدام أكثر من 1.2 مليون مصباح، وصممت خصيصا للاحتفال. والثانية هي للبولندية كارولينا هالتك بتصميم أكبر مجسم LED باستخدام 272,160 مصباحا. والعمل الفني للفنانة لفت انتباه زوار مركز الملك عبد العزيز التاريخي بضوءه الذي يظهر على شكل عمود يتجه نحو السماء، حيث يستخدم عمود الإنارة في الغالب كعلامة للتوجيه والحماية، أما الضوء الأبيض فيشير من ناحية أخرى إلى جميع ألوان الطيف. كما كشفت تقارير أمريكية أيضا عن قيام نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بأول زيارة إلى واشنطن منذ أن تولى الرئيس جو بايدن رئاسة أمريكا. وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية نقلا عن العديد من المسؤولين الأمريكيين والأجانب أنه من المتوقع أن يلتقي ابن سلمان خلال زيارته بالعديد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية ووزارة الدفاع والبيت الأبيض، بما في ذلك جيك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الأمريكي بايدن، وسيهيمن عدد من القضايا على جدول أعمال زيارة الأمير خالد بن سلمان. أما عن توقعاتها لمصر، فتحدثت مها عطية عن مصر ودورها في ليبيا وأن المخابرات المصرية ستقوم بأكبر عملية مصالحات على الأراضي الليبية، وحدث بالفعل. المخابرات المصرية تقود أكبر عملية مصالحات على الأراضي الليبية وستحل مشاكل أكثر العشائر والفصائل المتناحرة وما أحدثته من تخريب الكثير من الدول وعلى رأسها الإمارات، ومن المرتزقة الذين أرسلوهم إلى الأراضي الليبية لاعبي رئيسي في إعادة الهدنة والإعمار تدريجيا إلى ليبيا، وسيشهد المجتمع العربي حلول الكثير من الأمان في الكثير من المناطق الليبية من الأمان. حيث كشفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن تفاصيل اللقاء الذي جمع رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل. والتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية مع رئيس المخابرات المصري في طرابلس بديوان رئاسة الوزراء، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات المشتركة بين البلدين والتعاون في مختلف المجالات. وخلال سنة 2022 أمور جديدة جدا على الوضع بليبيا وعلى كافة المستويات، وسيكون ذلك بفضل المجهود الجبار التي ستبذلها المخابرات المصرية. واطلع رئيس المخابرات المصرية رئيس حكومة الوحدة الوطنية على نتائج زيارة الوفد المصري لطرابلس في مايو الماضي وآلية التنسيق بشأن تفعيل كافة الاتفاقيات المبرمة بين البلدين. كما تحدثت مها عطية عن العلاقات المصرية مع قطر وتركيا، وقالت أن العلاقات سترجع إلى طبيعتها. ثانيا، مصر ستعيد كافة العلاقات مع تركيا بطريقة إيجابية ومع قطر، ليكون هناك حصر ود بينهم وتفاهم شيئا فشيئا لكسر كثير من العوائق التي تواجه مصر في اصطدام مباشر دائم مع الإخوان المصريين ومن أتباعهم، حيث مصر ستلعب دور رئيسي في فك من الأمور عن الحكم في تركيا وأيضا في قطر، وسيكون ذلك له أيضا في قطر ارتباط لكسر تواجد حماس وغيرها من قيادات للإخوان المسلمين وجهودها في قطر، وسيتم بقيادة مصر تهيئة إرجاعهم إما جزء إلى غزة أو إلى دولة مجاورة مثل الأردن، وسيكون هناك إعادة اعتبارات كثيرة، يعني سيعيد التاريخ نفسه تقريبا. وبالفعل أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بتعيين سفير فوق العادة لدى قطر للمرة الأولى منذ عام 2014، عندما سحبت مصر سفيرها من قطر قبل أن تقرر قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل في منتصف عام 2017. وتوترت العلاقات بين مصر وقطر إثر الإطاحة بحكم الرئيس الراحل محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين عام 2013، ثم انضمت مصر إلى السعودية والإمارات والبحرين في قرار قطع العلاقات مع قطر في 5 يونيو عام 2017.
وبدأت علاقات قطر تتحسن مع مصر والسعودية والإمارات والبحرين بعد اتفاق العلا في 5 يناير 2021. وتبادل وزير خارجية قطر ومصر الزيارات الرسمية إلى القاهرة والدوحة، كما تبادل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دعوات الزيارة، وستستمرار المحادثات لتحسين العلاقات. أيضا توقعت مها عطية زيارات مسؤولين غير متوقعة ومفاجئة إلى البلاد العربية، ولذلك قعدنا بالأردن، ولذلك سنشهد في الأيام القادمة زيارات لرؤساء غير متوقعة، وسنرى أجهزة أمنية بقيادة رؤسائها تزور دول على أرض المنطقة وتحل مشاكل في الأراضي فيها كانت خلافات في المنطقة العربية، ونشوف أحداث متتابعة يوميا ومتغيرات كثيرة خاصة في الفترة الأربع خمس شهور المتبقية من هذه السنة. وبالفعل حدث متوقعاته مع عطية، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مسؤولا أمنيا لبنانيا رفيعا توجه بزيارة مفاجئة إلى العاصمة السورية دمشق، حيث سيلتقي مسؤولين سوريين حاملا معه رسالة سياسية. وبهذا فقد تحققت أهم توقعات مها عطية